مساء الخير احبتي المشاهدين، تحياتي للزميلات والزملاء في استوديو برنامج استراحه الظهيره. بعض التمارين عذرا للكلمه غبيه جدا، مثل هذا التمرين. كثير من القاعات الطب للقاعه اشوف تمارين انتهت او قديمه. يرجع اسباب هذه التمارين واللاعبين يتمرنوها بسبب محدوديه الفكر التدريبي للمدرب. هنا هذا التمرين اللي هو للجوانب جزء من المشكله بشكل مو طبيعي. يا اخوان كلامي حقيقي، مو مجرد شو اعلامي، اعرف هو قناه اعلاميه، لكن احنا بدنا نحكي نصيحه لكم. مثل هذا التمرين، هذا التمرين يشتغل على طحن جوانب مثل ما تشوفون. هنا شوفوا الفكره مالته. فكره بان تطحن الجوانب بهاي الطريقه، 1 2 3 4. حلو. اغلب القاعات النسائيه ياخذون هذا التمرين، وايد شباب ياخذوه عبالهم هذا التمرين شغال. عزيزي خذها مني نصيحه، هذا التمرين غير شغال نهائيا، هذا التمرين ما له اي اساس. ليش؟ انت من قاعد تشتغل حاليا؟ قاعد تشتغل مثل الميزان، ميزان بالضبط. الوزن الثاني يعادل الوزن الثاني. فماكو جهد على الخواصر، هذه شيء فيزيائي، يعني انت مثل الميزان بالضبط، واحد يصعد، واحد ينزل، اكو معادله بالوزن، الجهد مو 100% على عضلات الخواصر. ايضا هذا التمرين راح ياخذ منك وقت هوايه، تقعد 1 2 يستهلك وقت هوايه. شنو الافضل؟ الافضل هو تاخذه بهاي الطريقه، شوف وياي. ايدي هنا بهاي الطريقه، تك 1 2 3 4 5. ايضا لازم تركز على انحناء تقويس الخصر، شوف وياي. قوس الخصر بهاي الطريقه بدون يعني ما تنزل بكتفك بهاي الطريقه، لازم قدر الامكان تركز بين خصرك هو اللي ينزل، شوف بالضبط. التك هو الافضل، هو الاحسن، لكن بصوره عامه اكو مفاهيم خطا على هذا التمرين. اول شيء يا اخوان، هذا التمرين ما ينزل الخواصر ولا يضعف الخواصر، هذا التمرين لعضلات الخواصر، صدق ولا صدق. هذا التمرين ممكن يكبر لك خواصرك، اذا كبر عضلات الخواصر فكبرها. الحال شنو؟ اكو طبقه مال الدهون فوق الخواصر. المفروض انت نظام غذائي قليل الدهون، قليل السعرات، قليل الكربوهيدرات، قليل السكر، خواصرك الدهن راح ينزل. فاذا تريد تشد عضلات هاي المنطقه تعضلها، تمارس هذا التمرين. اذا تريد تنزل خواصرك يا اخوان، كارديو موجود، جهاز المشي موجود، لكن كلها ما تغني عن اهم شيء اللي هو النظام الغذائي. النظام الغذائي هو اللي راح يحقق لك كل شيء، ينزل بطنك، ينزل خواصرك. هذا الشيء اعرف صدمه بالنسبه لكم، لكن هو شيء مهم. كابتن دوختنا، ناخذ التمرين لا؟ عزيزي نصيحه من عندي، هذا التمرين قديم، حتى لو كان تك هو راح يشتغل على الخواصر. على الخواصر اكو وايد تمارين افضل منه بهواي، هيك تمارين يعني ما انصح بها الا اذا كنت تريد تغير الروتين التدريبي. وهذا كل اللي تقوله لا حد يكرهني. تحياتي لكم، في قناه زميلات الزملاء في استوديو برنامج استراحه الظهيره.